نزلنا الشارع وسالنا الناس اي طعم شيبسي من الخمسه الجداد هيختاروه، وطلبنا منهم يثبتوا لنا حبهم لطعم اللي اختاروه وصوتوا له اكتر بتحديات مختلفه. صباح الخير. صباح الجمال. اخترت شيبسي بطعم ايه؟ اخترت انهي طعم من اطعمة شيبسي الجديدة؟ اخترت شيبسي بطعم ايه؟ اخترت شيبسي بطعم ايه؟ شيبسي المكسيكي. طعم المكسيكي. مكسيكي. بصراحة بحب الشيبسي بالملح يعني. مكسيكي. مفروم بالشطة المكسيكي. مكسيكي. اخترت المفروم بالشطة المكسيكي طبعا. لا بالملح، هو بحب بالملح على طول. بعدت على 60 60 ولا لسه؟ افندم. اشمعنى المكسيكي؟ بحب الحاجات السبايسي. جاهزين لتحدي المكسيكي؟ جاهزين. جاهزين. في حد هيلبس البورنيطه المكسيكيه، مع كل واحده هتنشنها هتخش جوه البورنيطه تنزلها هنا، هتتحسب تصويت للطعم اللي انت اخترتيه. موافق؟ زين ده كلام. انا هنشن وهو يلبس البورنيطه. اتفضل. لا لا، وعشان تاسهل انا هنشن عليك. اتفضل يا فندم. بلاش كوسه. ها قوي. المفروم بالشطه المكسيكي عشان انا بحب المكسيكي وبحب الشطه وبحب اللحم المفروم. كان ليها قصه رهيبه يعني مع السبايسي بالذات، فانا بحب افتكر الموضوع ده بقى. فاكر سر البحر؟ الله. جابوا لي بقى فلفلايه كده، قالوا لي ايه هي دي؟ طب انا بقى وحش بقى، ما رحت ضارب الفلفلايه دي، ريقي نشف وعينيا بتدمع جامد جدا جدا جدا، ووش احمر وعرق بينزل من راسي. قلت للناس سامعين ان انا تقريبا هموت. حلوه. اختاروا الشيبسي المكسيكي عشان يكمل معانا. الله. هو انت شايفه البورنيطه؟ البورنيطه اهي. اوصيلك. اهي. قولوا لنا انتوا هتختاروا ايه؟ وصوتوا على 60 60 علشان طعمك المفضل يكمل معانا.